بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طارق زيدان، والنهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي أو خطوات طريقة إن أنا أسطب ويندوز سيرفر 2012 على الجهاز بتاعي. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني نكمل في درس النهارده طريقه تسطيب ويندوز سيرفر 2012. اول حاجه طبعا الاسطوانه هتلاقيها، انا سايبها لك الرابط بتاعها تحت الفيديو، هتحمل الاسطوانه وتحرقها على دي في دي عاديه خالص باي برنامج حرق عندك. بعد ما تحرق الاسطوانه على دي في دي هتحطها في جهاز الكمبيوتر بتاعك اللي انت عايز تسطب عليه السيرفر بتاعك وتبدا تشتغل خطوات التسطيب. تابعوني بقى نشوف الخطوات مع بعض واحده واحده. ده الجهاز بتاعنا بعد ما حطينا فيه الاسطوانة، بيبدأ يحمل الاسطوانة. وبتجيلي القايمة، بتجيلي القايمة دي. طبعا هنا اللغة اللي انا هسطب بيها، خلينا في الانجليش طبعا احسن حاجة هسطب بالانجليش، ماشي. هي اصلا الصورة مفيهاش غير انجليش بس، فانت كده كده احسن حاجة انك تشتغل على الانجليش، سيبك من عربي دلوقتي خالص. انا ادوس نيكست، بعد كده قدامي هنستول ناو. هنا بيطلب مني البرودكت كي بتاع الاسطوانه. انا طبعا هنا الاسطوانه هسيب لكم تحت الفيديو، هما في كذا نوع من الاسطوانات الويندوز سيرفر، انا هسيب لكم الداتا سنتر. الداتا سنتر فده الكي بتاعها، هتاخد الكي ده كده وانت المفروض تكتبه، لكن انا هنا قدامي ممكن اخده بيست، اجرب كده اشوف كوبي بيست ينفع معايا ولا لا. مفيش، لازم اكتبه. طب خلاص اوكي، انت كمان هتكتبه عندك يعني. افتح يا اخي بقى. طيب هو كان كام؟ معلش انت تكتبه برضه انت كمان. ان بي تي في 9، ان بي تي في 9 اتش تي سي تو اتش تي سي تو اتش 7 ان اتش كيو 3 7 db40w. بس كتبت كده الكي بتاعي خلاص، خلصته. بعد ما اخلص اقول نيكست، هيظهر لي قدامي القائمه دي، هيقول لي اختار واحده من الاثنين، هتنزل السيرفر بتاعك كور انستليشن ولا سيرفر ويز جي يو اي. لو اخترت سيرفر كور انستليشن هينزل لي السيرفر عادي خالص جدا، بس هشتغل بالاوامر، بالسي ام دي اوامر والكومنتس اللي انا المفروض ان انا هبقى حافظها ساعتها، وانا مش حافظها، وهتبقى الموضوع بالنسبه لي صعب شويه. لكن لو نزلت سيرفر ويز جي يو اي، جي يو اي اللي هو الانترفيس اللي هو يظهر لي حاجات زي كده بقى، اللي هو يظهر لي قوائم زي كده واختار اوكي وادوس مش عارف كذا، حاجات سهله كده الانترفيس اللي يظهر قدامي. فطبعا اسهل ان انا اختار ويز انترفيس، يعني معاها انترفيس يشتغل، لكن مش عايزه نسخه بيور خالص اللي هي باوامر السي ام دي. نسخه بيور خالص باوامر السي ام دي للناس المحترفه بقى، محترف خش بقى على البيور خالص باوامر السي ام دي. لكن انا بالنسبه لي كواحد لسه جديد او واحد يعني تعاملي مش محترف قوي، فهشتغل بالجي يو اي، هتظهر لي قايمه وانترفيسز قدامي واقدر اسطب منها الحاجات واختار اللي انا عايزه. فهنشتغل على سيرفر ويز جي يو اي. بعد كده بيقول لي دي الشروط والحاجات بتاعتنا، عايز توافق عليها ولا لا؟ اقول له موافق. لو ما وافقتش اصلا مش هكمل، فانت لازم توافق. اقول له اوكي اوكي. بعد كده عندك ابجريد، لو انت عندك اصلا نسخه سيرفر قبل كده 2008 او 2003 او اي نسخه ثانيه وعايز تعملها ابجريد تحديث، هتدوس ابجريد. لكن انت اصلا ما عندكش نسخه جديده، نسخه خالص، وبتسطب نسخه من اول جديد خالص على الجهاز، فانت طبعا تعمل كاستم اللي هو انستول ويندوز، يعني حد هيسطب الويندوز من البدايه، يعني مش هعمل ابجريد ولا حاجه. فهقول له كاستم،
هنا بيظهر لي الهارد بتاعي. انا طبعا حاطط هارد في الجهاز 40 جيجا بس، حاجه صغيره يعني، لكن انت في الجهاز بتاعك السيرفر ما ينفعش هارد 40 جيجا. انا هنا بجرب تجربه قدامكم بس. فانا الهارد هنا الهارد بتاعي 40 جيجا، فانا بجرب عليه مش مشكله. لكن زي ما قلت لك لازم الهارد ما يقلش عن 250 جيجا مثلا ولا حاجه، 260 جيجا، حاجه كبيره يعني، لازم ما يكونش اقل من كده، 260 جيجا. لكن 320 حلوه، 500 جميله كمان، لكن اقل من كده ملوش اي لازمه. لكن هنا انا بجرب تجربه. وطبعا عشان تعرف برضه حاجه مهمه في موضوع الهارد، لازم عندك يكون هاردين على الجهاز اللي هتسطب عليه سيرفر ويندوز، لان الهارد الاولاني هينزل عليه الويندوز السيرفر يعني، والهارد الثاني هيكون للداتا بتاعتك اللي انت عايز تحط داتا على السيرفر بقى، عايز تحط بيانات معينه، عايز تحط ملفات، عايز تحط برامج، عايز تحط اي حاجه ثانيه هتشتغل على السيرفر، هتحطها على الهارد الثاني مش على الهارد الاساسي. الهارد الاساسي هينزل عليه الويندوز بس او الويندوز سيرفر بس. فيبقى عندك دايما في السيرفر هاردين على الاقل، والهارد التاني بيكون كبير طبعا، بيكون يعدي التيرة، عشان لو عندك بيانات كتيرة يعدي التيرة. فده من المميزات او من الخصائص المهمة لازم تعرفها في تسطيب السيرفر. هنا بقول له طبعا عشان الهارد بتاعي لسه جديد، فبيقول لي قدام انت عايز تعمل الهارد ده انلوكيتد سبيس، اصلا لسه ما اتعملش قبل كده، فاقول له نيو، وبعد كده اقول له ابلاي، خد الهارد كله يا عم اعمله لي. طيب لو واحد يقول لي لو استعملت نفس الهارد ده قسمته، لو هارد مثلا كبير عندي 500 جيجا وقسمته نصين، نص للويندوز ونص للداتا، لما يجي ينزل السيرفر بعد كده عندك يبوظ او يضرب الويندوز نسخه عندك وتيجي تنزلها من اول جديد، عايز اقول لك ان انت لما تيجي تستخدمها من اول جديد او تبدا ويندوز من اول جديد تاني، هيجي يقول لك هيطلب منك اجباري انك تفرمت الهارد، وبالتالي هتفرمت الجزء اللي انت كنت عامله في الدي والجزء اللي انت كنت عامله في السي تاني. فالافضل انك تجيب هارد للداتا لوحده وهارد للويندوز سيرفر لوحده على نفس السيرفر بتاعك. طبعا انا عملت هنا خلاص السيرفر بتاعي، وهبدا بعد كده اكمل نيكست. بس مفيش اي حاجه بقى دلوقتي، هيبدا يكمل معايا ويعد من واحد لحد 100 ويبدا على اللي بعدها ويخلص. طبعا عشان مده الفيديو فانا هوقف الفيديو حالا وهرجع لكم بعد ما يخلص. خلص كده هو اهو، هيعمل ريستارت دلوقتي. المفروض في الوقت اللي هو بيعمل فيه ريستارت انا اشيل منه الاسطوانه، فانا هوقف الجهاز عشان اشيل منه الاسطوانه وبعد كده اعمل ريستارت. انا كده شلت الاسطوانه من الجهاز وعملت له ريستارت. كده الويندوز سيرفر بتاعي اتسطب وهيبدا يفتح معايا او يشتغل معايا. كده فتح معايا. اول ما بيفتح معايا طبعا هو بيديك اليوزر نيم اجباري غصب عنك، ادمنستريتور، اول يوزر نيم على الجهاز ادمنستريتور. بعد كده تبدا تعمل عليه يوزرات تانية زي اي ويندوز، زي ويندوز 7، زي ويندوز اكس بي، تقدر تعمل عليه يوزرات تانية مفيش مشكله. هيطلب منك بعد كده اول حاجه يطلبها منك الباسورد بتاعك. خلي بالك الباسورد بتاعك هنا لازم يكون كومبلكس شويه، يعني لازم يكون ايه كومبلكس، يعني يكون فيه كلمات وارقام، يعني مثلا مش تكتبه مثلا بس ارقام من 1 لحد 9، ده ما ينفعش خالص، ده باسورد عبيط يعني. لازم يكون كومبلكس باسورد، يعني يكون فيه كلمه مع رقم، ولازم يكون فيه كمان حرف كابيتال وحروف سمول، يعني على الاقل حرف واحد كابيتال وحرف واحد سمول، وبعد كده ارقام الباقيين. فده طبعا خصائص كتابه الباسورد. لو جيت كتبت هنا مثلا باسورد من 1 لـ 9 زي ما انتم شايفين كده، تعالوا نشوف من 1 لـ 9 ونشوف هيقول لنا ايه. 1 2 3 ثواني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، انزل على اللي بعدها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، لو عملت شو باسورد، الباسورد من 1 لـ 9 المفروض يعني، من 1 لـ 9. لو جيت دوست فينش رفضوا، لازم الباسورد بتاعك يقابل الكومبلكسيتي بتاعت الادمنستريتور. طبعا عشان تبقى كومبلكس لازم تحط زي ما قلت لك باسورد يكون كلمه وحرف. انا مثلا هكتب طارق دلوقتي، كلمه وحروف ارقام وحروف يعني، هكتب طارق مثلا واي رقم تاني. خلاص كده اول حرف كابيتال او اي حرف في الكلمه كابيتال عموما، بس لازم تكون في الكلمه هتكتبها فيها حرف كابيتال وحرف سمول على الاقل، وبعد كده معاك ارقام. دلوقتي كده هيقبل هو الباسورد، خلاص قبل الباسورد بتاعي عشان عملته كومبلكس. خلاص هيبدا يفتح معايا الويندوز سيرفر. كده فتح خلاص، كده انا خلصت الويندوز سيرفر، تسطيبه خلص معايا، وبعد كده ابدا اقدر استعمل الويندوز سيرفر بتاعي. لا انا كده دخلت على الجهاز هنا، خليني هنا هكتب الباسورد بتاعي اللي انا لسه عامله من شويه.
هيفتح معايا بقى ويبدأ يحمل السيرفيس بتاعت الويندوز سيرفر 2012. بصراحة الويندوز سيرفر 2012 تحفة وممتاز وفي استابيليتي عالية جدا، ويندوز بصراحة مستقر وجميل، انا اشتغلت فيه كتير بصراحة، ده من احسن الويندوزات اللي اشتغلت معاها او السيرفرات الويندوز سيرفر اللي اتعاملت معايا، واكيد اللي جاي هيبقى احسن برضه، لان كل ما بتنزل نسخة جديدة تبقى احسن من اللي قبلها. فلو هنا دوست انا مش عايز دي في حاجة، فبقول له نو، بيبدأ بعد كده يحمل السيرفيسز اللي عندي او السيرفر مانجر عشان يقول لي انت عندك سيرفيس ايه اللي شغال. طبعا انا لسه ما عملتش اي سيرفيس عليه ولا عملت اي رولز اصلا ولا فيتشرز، فهو هيجي لي فاضي خلاص، مفيش اي حاجه عليه، مفيش اي حاجه عليه، ده كده خلص خلاص. بس ده كده بقى القائمه بتاعتي هي قدامي او الجي يو اي قدامي، ان انا اقدر استعمل حاجه زي كده او اتكل كليك يمين على ماي كمبيوتر واختار بروبرتيز. لكن هناك لو عملتها بس الكور انستليشن مش هتظهر لي الحته دي، لو كنت عملت كور انستليشن ما كانش هتظهر لي الحاجات اللي قدامي دي. الحاجات اللي قدامي دي هي دي اسمها الجي اي، هي الحاجات دي، حاجات الايقونات اللي بستعملها دي بقدر اخش عليها واستعملها ومش عارف ايه، دي اللي اسمها الجي يو اي. طبعا انا هنا قدامي دي كلها جي اي، طبعا انا هنا قدامي بطلع منها، طبعا انا هنا قدامي في رولز وفيتشرز ممكن اضيفها على الويندوز سيرفر، المره الجايه ان شاء الله هنتكلم فيها وازاي نضيف الرولز والفيتشرز. لو جيت هنا دخلت على الرولز والفيتشرز اللي قدامي، كل دي رولز اقدر اضيفها. طبعا هنعرف بعد كده في الدروس اللي جايه ازاي انا اخليه دومين سيرفر، اخلي الويندوز سيرفر بتاعي ده هو يشتغل دومين، او الويندوز سيرفر 2012 ده اشغله دومين، او ازاي اشغله دي اتش تي بي سيرفر، وازاي اشغله دي ان اس سيرفر، وازاي اشغل عليه خاصيه الفايل اند ستورج سيرفيس، جميله جدا الفايل اند ستورج سيرفيس دي. فطبعا كل الحاجات دي كلها هنعرفها بعدين، وطبعا فيها خاصيه الدبليو دي اس ده الويندوز ديبلويمنت سيرفيس، الحاجات دي كلها هنعرفها ان شاء الله في دروس جايه لما هتعمق اكتر في ويندوز سيرفر 2012. وبكده يكون درس النهارده انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولو عجبك الفيديو ده واستفدت من درس النهارده دوس لايك علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، ولو نزلت تحت شويه هتلاقي ايقونه سبسكرايب او اشتراك، دوس عليها عشان تساعدنا اننا نقدم مستوى افضل ان شاء الله في الدروس اللي جايه. كمان تحت الفيديو ده هتلاقي روابط الصفحات بتاعتي، لو عندك اي استفسار او اقتراح ممكن تبعت لي رسالة إن شاء الله وأنا أقدر أساعدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.